ناظم الغزالي مطرب كان جيد، سفير الأغنية العراقية، أدى المقام بشكل جميل جدا وترك بصمات جميلة جدا. لحد الآن يعني احنا سافرت إلى القطر التونسي، وكان دائما يعني يطلبون أغاني الفنان الراحل ناظم الغزالي، ويعتبروه لحد الآن هو عايش، يعني ما ميت، فإذا هو عايش فعلا فنان. يقول الأستاذ منير بشير إن ظهوره بالشكل الجديد والمقبول في إطار أداء المقام والبسطة العراقية جعل العراقيون يميلون إليه، لأنه نابع من تراثهم، ولأنه عكس هذه الألحان بأسلوب شاب وجميل ومتجدد وأصيل. لقد عملت معه منذ عام 1949 وحتى عام 1960، ووجدت فيه أصالة عراقية صميمية مرتبطة بتربة هذا الوطن. كان المرحوم الراحل ناظم الغزالي صادقا في تأدية عمله، أمينا على فنه، دمث الأخلاق، حميد الخصال، كريما بسيطا، يحب الناس، كل الناس كما يحبونه، وكان هذا سبب شهرته في بلده وفي الأقطار العربية. المرحوم الشاعر حافظ جميل، حيث أعطاه كلمات أغنية يا توت يا رمان يا عنب، وكانت لهم مراسلات مع الشاعر الكبير أحمد رامي وخليل مطران وغيره. حسدوني كل الناس، شلهم علي، حسدوني كل الناس، شلهم علي، والنار تلتهب بي، أضحك كذب والنار تلتهب بي. حسبة عذاب الروح جنات نعيمي، أحسب عذاب الروح جنات نعيمي، ما دير ودمع العين صاير نديمي، رو دمع العين صاير نديمي. أردى أشتري المحبوب بالروح ربي، أردى أشتري المحبوب بالروح ربي،
وعندي الحلا بالعين أغلى عندي عوبي وعندي الحلا بالعين أغلى عندي عوبي مريدة مريدة الغلوبي وعيونه سود سود محبوبي عذاب الروح جنات نعيمي أحس باو عذاب الروح جنات نعيمي مادي رو دمع العين صاير مادي رو دمع العين صاير ناديمي أردى أشتري المحبوب بالروح اشتري المحبوب بالروح ربي وعندي الحلا بالعين اغلى عندي عوبي وعندي الحلا بالعين اغلى عندي وعيونا سود سود محبوبي مريدة مريدة الغلوبي وعيونا سود سود محبوبي. في إحدى حفلات الفنان ناظم الغزالي في لندن قدمه مذيع الحفل بلقب مطرب العراق الأول، فاعترض على ذلك قائلا: إن مطرب العراق الأول في بغداد هو أستاذي الفنان الكبير محمد القبنشي. إيليا أبو ماضي كانت له حصته في أغاني الغزالي: أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي، أي شيء في العيد